بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هناخد المحاضرة رقم 16 من جافا سكريبت، وفيها نبدأ إن شاء الله التعامل مع المصفوفات اللي هي الـ arrays dealing with arrays part 1. في البداية عاوزين نعرف يعني إيه مصفوفة. المصفوفة يا جماعة بتبقى عبارة عن مجموعة من المتغيرات بيكون ليها نفس الاسم تمام كده، ولكن بيفصل ما بينهم حاجة اسمها ايه؟ الاندكس. يبقى تبقى مجموعة من المتغيرات متخزنة في الذاكرة، وكل متغير ليه نفس الاسم، ولكن مثلا بيبقى واخد رقم تاني، مثلا variable 1 variable 2 variable 3 variable 4. الارقام اللي هي بتفرق ما بين كل متغير والتاني دي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها الفارس او الاندكس. تمام كده؟ تمام. طيب علشان نشوف موضوع الريز دوت بشكل عملي هنعمل ايه؟ هنيجي نعمل فايل جديد، فايل ولكن نيو، وهناخد اتش تي ام ال نقول كرييت، وهنسميها المصفوفات الجزء الاول، مصفوفات الجزء الاول. اوكي. وبعد كده هنعمل ايه؟ كرييتنج ليها. حتى مش محتاجين سي اس اس هنا في الموضوع خالص، بس يعني لو احتاجنا ممكن نعمل سي اس اس فايل ونربطه على اساس ما ننساش بس الكود وكده. طيب بعد كده هنيجي هنا نعمل باراجراف جوه البادي تاج، باراجراف بالشكل دوت. باراجراف تمام كده، وهندي له اي دي وليكن بي 1 بي 1 تمام. وجوه الباراجراف هنكتب التعامل مع المصفوفات الجزء الاول. اوكي. طيب بعد ما كتبنا الباراجراف دوت واعطينا له اي دي بالشكل دوت تمام، برضو لو انت حبيت تخليه اتجاهه باللغه العربيه، خلي الضاير بتاعك ار تي ال ونخلي كمان اللانج بتاعتك عربيك ير، ولكن بشكل ايه؟ بشكل ده. طيب عندي كنترول اس نحفظ ونكتب arrays part 1 اوكي. نقول له سيف. كده حفظنا الملف بتاعنا باسم arrays part 1، بس احنا كده المفروض نخليه في جافا سكريبت. باش هنا خليه في جافا سكريبت، هنحفظه تاني فايل وسيف اس، سطح المكتب جافا سكريبت اريز بارت 1 سيف يس. تمام كده نعمل ريفرش اهو موجود هنا. ده احنا بس عشان بس ما نبقاش في لخبطه ما بين الحاجات اللي احنا بنعملها، احنا دلوقتي شغالين على جافا سكريبت تيوتوريالز، فعشان كده عاملين لها مجلد وحاطين فيها الملفات اللي احنا عاوزينها ايه كلها. طيب حطينا كده الباراجراف وحطينا اتش تي ام ال، محتاجين ان احنا نكتب ايه؟ سكريبت عن طريق جافا سكريبت. سكريبت اوكي، وهنخلي التطبيق بتاعه تكست على جافا سكريبت. طيب تكست على جافا سكريبت تمام كده، ونبتدي نشتغل على الاريز. اولا عشان نعرف الاريز في كذا طريقه، هو طريقتين احنا ناخدهم عشان تبقاش العمليه كبيره يعني شويه. اول طريقه وهي الطريقه العمليه اللي احنا بنكتب كده var وندي اسم الاري وليكن ماي ليست بالشكل دوت، وبعد كده نقول له بتساوي وافتح قوسين براكتس بالشكل ده وليس كده براكتس، طبعا احط فاصله نقطه، وابتدي احط ايه العناصر اللي انا عاوزها في المصفوف. لو انا عاوز مثلا عناصر نصيه ممكن احطها بالشكل دوت، تمام، وافصل بينها بين ايه بكومه بالشكل دوت. طيب وليكن مثلا احط خبز واحط بيض تمام كده، وهحط كمان حليب. اوكي. كده انا عملت مصفوفه فيها ثلاث عناصر، والثلاث عناصر اللي هم الحليب والبيض والخبز، ودول كلهم عناصر ايه؟ عناصر نصيه تمام كده. طيب تعالى نجرب دلوقتي نطبع الكلام دوت مكان الباراجراف دوت او جوه الباراجراف دوت. هنطبعها ازاي؟ عندنا الطريقه بتاعتنا اللي هي دوكيمنت تمام دوت
جيت element by ID، جيت element by ID واختار الاي دي بتاعي وليكن البي 1 اللي هو الباراجراف 1 اللي انا عاوز اوصل له، وجوه الباراجراف 1 انا عاوز اطبع انر اتش تي ام ال بهذا الشكل تمام كده، وده هيساوي الماي ليست، ماي ليست وفصل اهي فصل نقطه. وتعالى نضغط كنترول واس ونضغط اف 12 ملوحه المفاتيح عشان نوصل لجوجل كروم، وهتلاقي العناصر بتاعتك خبز وبيض وحليب اتطبعت ورا بعضيها، وكل عنصر منهم اتفصل ما بينه وبين التاني عن طريق ايه، كومه صغيره لو انت شايف هنا تمام كده. تمام كده نجحنا في ان احنا نعمل اري ونحط فيها عناصر. دي طريقه يا جماعه. الطريقه الثانيه اللي احنا ممكن نعمل بيها اري بتكون عن طريق استخدام الاري كونستراكتور. الاري كونستراكتور يعني ممكن اجي هنا واقول له var، وبعد ما اقول له var اقول له my list to، my list to، ودي هتساوي new تمام كده array بالشكل ده. ده الاري كونستراكتور اللي عندي، وبعد كده احطه فيها العناصر زي ما انا عاوز، برضو احطه فيها العناصر بالشكل دوت. اوكي تمام كده. العنصر الاولاني وليكن سمك، وبعد كده هناخد لبن، وبعد كده هناخد تمر هندي. اوكي ولو عاوز اطبعهم او اطبع الليست التانيه دي، طبعا هحط فصل نقطه عشان ما ننساهاش بهذا الشكل. لو عايز اطبع الليست التانيه اللي هي ماي ليست 2 دي، هستخدم نفس الاسلوب دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي والاي دي بتاع الباراجراف، وبعد كده الانرشن تمل واحط له ماي ليست 2. وتعالى نجربها دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي، وافتح قوسين بهذا الشكل واحط له الريفرنس بتاع الاي دي دوت الانر اتش تي ام ال هيساوي my list 2. اوكي اوكي وضغط كنترول واي واس، وتعالى نضغط اف 12 مره ثانيه، وهتلاحظ ان في هنا مكتوب هنا سمك ولبن وتمر ايه وتمر هند اسم الفيلم. تمام كده تمام زي العسل. طيب هنيجي بعد كده، كده عرفنا ان احنا ننشئ لستة او ننشئ الري بطريقتين، بطريقة الاولانية اللي عن طريق اللي هي البراكتس بالشكل دوت، والطريقة التانية عن طريق الري كونستراكتور تمام كده بالشكل التاني. طيب انت لو عاوز توصل لعناصر المصفوفة عشان تطبعها، يعني انت دلوقتي كل عنصر المصفوفة ديت محطوط يعني بشكل معين، يعني my list of 0 my list of 1 my list of 2 تمام كده، فانت عاوز تطبع عنصر بس ولكن عنصر مستقل من العناصر ديت، فاحنا ممكن نعمل ايه؟ تعال نشوف نطبع الاول بس العناصر ونشوف كام. عاوزين نطبع مثلا وليكن العنصر الاولاني فقط اللي هو حليب اللي هو ده الموجود في my list. عاملها ازاي؟ هاجي هنا document دوت جيت اليمنت باي اي دي، جيت اليمنت باي اي دي ولكن بالشكل دوت، وهدي الريفرنس بتاع الاي دي اللي هو البي 1، واقول له دوت انر اتش تي ام ال دوت انر اتش تي ام ال بالشكل دوت هيساوي تمام كده ماي ليست ماي ليست ماي ليست اوف اوف 0 ماي ليست اوف ايه اوف 0. احط كده براكتس واحط ايه الرقم بتاع العنصر او الاندكس بتاع العنصر. ده الاندكس بتاع العنصر يا جماعه، وبدل ما كل مره يمسح الكلام الموجود في الليسته بتاعتي او يمسح الكلام الموجود في الباراجراف، انا عاوز يضيف عليه، فهحط هنا زائد يساوي معناها الانرش ميل هيتضاف عليه تمام كده، وهحط كمان معايا اللي هو الباراجراف او البي ار تاج اللي هو بيقسم لك او بيديك سطر منفصل بي ار تاج بالشكل دوت مع العنصر اللي انا عاوز اطبعه ولكن بشكل ده، يعني هعملها بالشكل دوت كنترول اس وتعالى نضغط اف 12 ونشوف النتيجه ايه. هتبص تلاقي عناصر المصفوفه كلها اتطبعت اللي هو سمك لبن تمر هندي، والعنصر الاولاني من الماي ليست اللي هو هنا اللي هو كام؟ كان حليب تمام كده اتطبع بالاضافه للعناصر بتاعت المصفوفه ايه الثانيه، ولكن خبز على حسب ما هو شايفه، طبعا العربي بيلخبط الدنيا احيانا، خبز
مثلا جبل عربي خبز، تمام كده؟ يبقى العنصر الاولاني هو ايه؟ الخبز، وبعد كده البيض، وبعد كده ايه؟ الحليب. طب تعالى نطبع عنصر تاني، وليكن عنصر رقم 2 في المصفوفه، هناخد نفس السطر ده كنترول سي وهنحطه هنا كنترول في، بس هنغير الاندكس ونخليه رقم 1، يعني العنصر التاني في المصفوفه. تعال نشوف كده، فريش، هتلاقي العنصر التاني في المصفوفه ادي خبز، بعد كده البيض. طب تعالى نطبع العنصر التالت، هناخد نفس الكلام كنترول في وهنحط هنا دي رقم 2. خلي بالك احنا شغالين على المصفوفه اللي هي فوق الماي ليست، ماشي؟ لكن اخر مصفوفه طبعا اخر مصفوفه طبعا كانت المصفوفه ديت، فعشان كده هو بدل ما لحقش ان هو يضيف يعني كده. عاوز تشوفها برضو، انت هحط هنا زائد نفس البتاع اللي احنا كنا عاملينها، زائد يساوي والبي ار تاج، البي ار تاج بهذا الشكل، واقفل التاج واضغط كنترول بس عشان كده انت تشوف كل حاجه ايه زي ما انت عاوز. تمام، تعالى نشوف هنا ونعمل ريفرش مره تانيه. تعمل مع صفات الجزء الاولاني في حاجه غلط حصلت. عملت زائد هنا، تمام كده كنترول اس. تعال نعمل ريفرش، ادي خبز وبيض وحليب، بعد كده سمك لبن تمر هندي، تمام، وهو هيطبع لي عناصر المصفوفه الاولانيه واحد ورا الثاني، خبز وبيض وحليب. اوكي، طيب هلاحظ حاجه هنا صغير، ايه هي؟ ان انا كل مره عشان كنت اطبع حاجه سواء كان الماي ليست او عنصر من الماي ليست بتاعتي، تمام كده، كنت بستخدم نفس الكود واكرره ايه؟ مرارا وتكرارا. اذا كنت انت في حاله زي كده وبتكرر الكود اكتر من مره، فاستخدم الدوال. فاحنا نيجي هنا ونعمل له فانكشن، والفانكشن ديت هيكون الغرض منها هي طباعه مين؟ طباعه العناصر بتاعتها. هنسمي الفانكشن دي ولكن شو ريزلت، شو ريزلت، اوكي، وهنبعت لها متغير ولكن اكس ايا كان نوع المتغير ده، واحط كيرلي براكتس بالشكل دوت، تمام، وبعد الكيرلي براكتس هبتدي اكتب الكود بتاعي. طيب شو ريزلت، تمام كده، شو ريزلت واكس، وانا عاوز اعمل ايه؟ عاوز السطر ده كله دوكيمنت دوت جيت المينت باي اي دي للبي 1 دوت اتش تي ام ال زائد يساوي البي ار، بس بدل البتاع ده هيبقى جاي الاكس عندك. هنحط هنا كده كنترول في، وبدل القصه ديت اللي هي العنصر او الليسته نفسها هتحط انت ايه؟ ديت القوس ده، تمام كده. يبقى دلوقتي الفانكشن ديت هتاخد الاكس دوت ايا كان نوع الاكس، سواء كان ليست او عنصر من الليست نفسه، وتبتدي تطبعه لي، تمام. تعالى انا اول حاجه طبعت اللي هي طبعت ايه؟ طبعت العنصر الليست الاولانيه. يبقى انا هاجي هنا هستخدم بس الفانكشن بتاعتي اهي، تمام، وهطبع الليست الاولانيه. هقول له شو ريزلت، شو ريزلت، وهحط له البارامتر بتاعي اللي هو ماي ليست، ماي ليست، تمام كده، وهقفل بسيمي كولون، تمام، وهشيل اول واحده اللي كان فيها طباعه الماي ليست دي، كنترول اس واف 12. هتلاحظ تعمل مع مصفوفات الجزء الاولاني سمك لبن تمر هندي، تمام كده، المفروض اللي هتطلع كانت ايه؟ الماي ليست، طيب هذا هنا في فصلة كنترول اس اف 12 مرة تانية، اهي اخر واحدة طبعت اهي، تمام كده، تمام، عشان بس كان في فصلة ايه نسينا احنا هنا، لازم تاخد بالك من الكوبورد احيانا بتبين حاجة زي كده. طيب عاوزينه كمان يطبع الماي ليست 2، يبقى هنستخدم نفس القصة شو ريزلت كنترول سي، وهنحطها هنا كنترول و في، وبدل ماي ليست هتبقى ماي ليست ايه؟ ماي ليست 2، وتعمل هنا كنترول اس ونشيل السطر ده، تمام. تعال نعمل كنترول اس وتعال نضغط في 12، هتلاقي خبز وبيض وحليب، بعد كده سمك لبن تمر هندي. تعال بقى نستخدم نفس الداله ديت في طباعه ايه؟ العناصر اللي احنا كنا عاملينها دي. يبقى نيجي هنا كنترول في، وهنطبع الماي ليست 01 كنترول سي، ماي ليست 01
كنترول في وهناخد نفس السطر ده كنترول سي وبعد كده هنحط هنا كنترول في كنترول في بس هنغير الاندكس بتاعنا من 0 ل1 ومن 0 ل2 وتعالى نعمل كنترول واس ونشوف النتيجه F12 هتلاحظ ان هو التعامل مع المصفوفات وبعد كده طبعا الدوله طبعا عشان احنا كنشناهم وبعد كده المصفوفه الاوليه المصفوفه الثانيه وبعد كده عناصر ايه المصفوفه زي ما احنا طابعينها بالظبط تمام كده تمام. طيب نشيل برضو الحاجات اللي احنا كنا طابعينها فوق دي كلها قبل الفانكشن وهيبقى عندك ادي تعريف الداله الاوليه بتاع الليسته الاوليه تعريف الليسته الثانيه وادي الفانكشن بتاعتنا وبعد كده انا بستخدم الفانكشن عشان موضوع ايه الطباعه تمام كنترول اس وتعالى في 12 مره تانية وبكده هتلاقي التعامل مع المصفوفات وبعد كده تضاف المصفوفه الاولانيه خبز وبيض وحليب المصفوفه الثانيه سمك لبن تمر هندي وبعد كده عناصر المصفوفه الاولانيه خبز وبيض وحليب تمام كده تمام. بكده نكون اتعرفنا على ازاي نعلن عن مصفوفات بطريقتين تمام كده بالطريقه الاولانيه اللي عن طريق البراكتس والطريقه الثانيه عن طريق الاري كونستراكتور وازاي نعمل فانكشن تقدر تتبع الليسته او تتبع عنصر من ايه من الليسته واقدر اوصل لعنصر من ايه من الليسته. وبكده اكون خلصنا الحلقه دي النهارده. اذا عجبك الفيديو ريت تعمل لي كومنت لايك شير ليه علشان يوصل لزمايلك ويستفادوا منه واذا عجبتك القناه ريت تعمل لي سبسكرايب داخل القناه عشان نقدر نوصل ل 10000 مشترك بيكم ان شاء الله. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للعلوم الحاسب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.